نعم ابو النصر، رئيس مجلس اداره شركه تكنولوجيا الطاقه المتخصصه سي بي تي. المنتجات اللي احنا بنقدمها او الصناعه اللي احنا متميزين فيها هي صناعه مولدات الكهرباء التي تعمل بمحركات الديزل، وعندنا صناعه الحلول الهايبرد سوليوشن زي السولار بانلز مع الديزل جنريت. الشركه كلها في مصر او بره مصر شركه قامت على حلم او فيجن. احنا مجموعه من المهندسين كنا بنعمل في كبرى الشركات العالميه بره مصر لسنوات كتيره، لعشرات السنين، واسسنا مصانع كتيره بره مصر. فكان عندنا حلم ان احنا المنتج اللي احنا عملناه بره مصر نقدر نعمله بكفاءه وجوده اعلى في جمهوريه مصر العربيه، بل بالعكس احنا عاوزين نغطي بالمنتج بتاعنا احتياجات السوق المحلي ونغطي الاحتياجات العالميه ومن الدول المحيطه لينا بالتصدير. فاحنا بدانا السايكل بتاعتنا، بدانا بالتصدير بطلبات التصدير قبل طلبات السوق المحلي. فكان اندفاعنا كلنا وكانت الرؤيه بتاعت كلنا كعائله سي بي تي، احنا كلنا عائله واحده، كان عندنا حلم ان احنا نطلع منتج مصري نفتخر بيه ويلف العالم كله عليه علامه بكل فخر صنع في مصر. احنا تشجعنا، واحنا انا من الناس اللي من عشرات السنين خارج مصر، فتشجعنا بقانون الاستثمار اللي صدر في 2017، قانون 72. تشجعنا بالخطوات اللي الدولة المصرية خدتها في دعم الخريطة الاستثمارية في مصر من مناطق صناعية. اجتهدنا اللي احنا نضخ استثمارات في مصر، اجتهدنا اللي احنا نرخص نشاط في مصر لم يكن موجود قبل ذلك. احنا السجل الصناعي اللي صدر لنا من هيئة التنمية الصناعية بنشاط، احنا تقريبا سجل صناعي رقم واحد مصر، نشاط صناعة وتجميع المولدات الكهرباء تعمل بوحدات الديزل في مصر. أول مهمة قابلتنا كمستثمرين مصريين أو كمستثمر مصري ومعايا شريك أجنبي، كان أول مهمة كانت مقابلانا وكان لازم نتخطاها إن احنا نقنع الشريك الأجنبي ليجي يشارك معانا في مصر. الشريك الأجنبي أول حاجة بيفكر فيها إن هو عنده دولته ممكن يضخ فيها لو هو بيحمل جنسيتها، بس احنا أقنعناه بقوانين الاستثمار والدولة ساعدتنا في النقطة دي جامدة جدا. الدولة ادتنا فرصة وادتنا نقاط القوة اللي احنا نقدر نتكلم مع أي شريك أجنبي. الدولة المصرية بتوفر لك قوانين استثمار مشجعة للاستثمار بتحمي حقوق الشريك الأجنبي كما المستثمر المصري. الدولة كانت بتدعمنا جدا وسهلت لنا المهمة. لما جينا على أرض الواقع وبدأنا ناخد خطوات إن احنا ننشئ أول مصنع لينا في مصر، واجهتنا عقبات هي العقبات البيروقراطية اللي احنا بنمر بيها كمستثمرين. البيروقراطيه كانت صعبه جدا، وفي وقت من الاوقات اصبحت المهمه شبه مستحيله، بس احنا كان عندنا دايما ايمان ان الدوله المصريه يعني هتتخذ خطوات وهتقف جنبنا، وده فعلا حصل في المبادره. اتذكر اول ما سمعنا على المبادره ابدا وعملنا لهم ابروتش واجتمعنا بيهم وهم بيعملوا لنا برزنتيشن عن المبادره، وبعد ما عرفنا اهداف المبادره وتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه، انا اتذكر انا قلت كلمه واحده في الاجتماع ده، انا قلت احنا اول مره نحس في مصر احنا ما بنحاربش لوحدنا.